السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا فهم المقروء من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى السادس ابتدائي. عندنا الهدف ديال الدرس اوبجيكتيف لير ان تيكست، انك تقرا نص كاركتير ناراتيف، يعني عنده صبغة سردية. واليوم شنو عندنا؟ اون بوند ديسيني، واحد الشريط مصور. هذا الشريط المصور كاين قصص او كتب ديال الاطفال اللي دارت بهذا الشكل هذا. اليوم غتعرفوا على هذا، كتسمى لا بوند ديسيني، يعني الشريط المرسوم او الشريط المصور، وشريط اللي كيعطيك واحد الصوره توضيحيه كنسميوها الستراسيون، وكيعطيوك لي بول اللي فوق منهم. بحال دابا كيجيك لهنا وكيكتب لك الكتابه اللي بحال شي فيلم، كيكتب لك الكتابه وكيدير لك واحد الشرطه هنايا، يعني هاد الهضره هادي قال هاد الشخص هذا، وكيجيك هنا كيقول لك هاد الهضره هادي قال هاد الشخص هذا، وكيعطيك مشهد اخر، يعني شنو ولاو داروا من بعد، شنو ولاو، يعني كانوا هاد لي بون ديسيني موجود بزاف، هما اللي كانوا الاطفال كيعتمدوهم. واضح. انا الاسئله هنا شنو عندنا في الاول؟ قال قبل القراءه جوبسيرف اي جو ديكوف، الاحظ واكتشف. اول حاجه قال اوبسيرف لي زيليستراسيون، شفنا الصور التوضيحيه. كومبيان ياتيل دو فينيات، شحال عندنا من صوره مصغره؟ عندنا الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعة، الخامسة، ثم السادسة. إذا عندنا شحال ديال لي فينيات؟ عندنا 6. إذا نقولوا عندنا 6، يعني 6 فينيات، 6 ديال لي فينيات، رقم 6. هنا كي فواتي سيغ لا بخوميييغ فينيات، شكون اللي كتشوف هنايا في هاد الفينيات الأولى؟ نقولوا سي كريم. الصورة الأولى فيها كريم، لأنهم هنا كيقولوا راكونت كريم، عاود لينا كريم. إذا نقول جو فوا كريم كي بارل أ سي زامي، إذا كريم كيهضر مع الزملاء ديالو، سي زامي الأصدقاء ديالو. هنا قال لك السؤال الثالث، كي فواتي سور لا دوزيام فينيات، شكون كتشوف في هاد الصورة الثانية؟ لا دوزيام فينيات شكون اللي فيها؟ نقولو جو فوا سور لا دوزيام فينيات، جو فوا سليمة بارل دو سون بيي، سليمة كتهضر على البلاد ديالها. هنا قالك أتي ديجا لو اون إيستواغ سور اون بوند ديسيني، واش فايت شتي شي قصة في هاد بدي، يعني بوند ديسيني، شي قصة شتيها، شي كتاب داير بحال هكا؟ عاد تقول إما وي إما نو، على حساب اكتيفيت شتيها تقول وي، كتيما عمرك شتيها تقول نو. واضح. ندوزو دابا نقراو هاد بون ديسيني، يعني هاد الشريط المصور. اذا ديما باش كنبداو، باليسار، وهما هنا موضحين لك بان هذه الصوره واحد، هذه جوج، هي غادا هذه ثلاثه، هذه اربعه، الى اخره. اذا شنو نقولوا؟ chers amis je vais vous raconter ce que mon grand frère m'a dit au sujet de la citoyenneté. اصدقائي الاعزاء، سوف احكي لكم او ساخبركم ce que mon grand frère، داك الشيء اللي الاخ ديالي قال لي، ما دي او سوجي دو لا سيتويانتي، حول المواطنه، يعني ساخبركم ما قاله لي اخي الاكبر، يعني المواطنه. هنا اصدقاء ديالو قالوا له راكونت كريم نو تيكوتون، احكي لنا كريم، حنا كنسمعوا ليك. هنا قال لهم شاك فان داني، كل نهايه سنه، il partait avec des amis، يعني الخو ديالو، الاخ ديالو كيمشي مع صحابو اي دي مونيتور والمؤطرين ديالو، الأساتذة ديالو إلى غير ذلك، أون كولوني دو فاكونس، اللي المخيم الصيفي، فيزيتي أون ريجيون ديفيرونت دو ماروك، كيمشيو يزورو منطقة جديدة في المغرب. مثلا هاد العام مشاو مخيم الدار البيضاء، المرة الجاية يمشيو جديدة، المرة الجاية يمشيو مراكش، إلى آخره. يعني ديكوفغيغ، هنا غيقولو هذا الصديق ديالو، ها هو اللي هنايا، غيقولو ديكوفغيغ أشاك فوا أون ريجيون ديفيرونت، أنك تكتشف في كل مرة منطقة مختلفة من بلادك، دو سون بيي، اي طون نيتر فيها، انك تكون فخور بها، سي ان اكت دو سيتويان، تا هو من الافعال ديال المواطنه. هنا ثم شنو غادي يقول كريم؟ قال له جي بوزي لا ميم كيستيون مون غون فخير، قال لهم قد طرحت نفس السؤال على الاخ ديالي الاكبر، إل ما ريبوندي، وجاوبني كو سيلوي كي ام سون بيي، ان ذاك اللي كيبغي بلادو، اي ان بون سيتويان، هو مواطن صالح. ثم هذا واحد فيهم غادي يقول لاني ديرنيير، السنه الماضيه، على فوار دو كازابلانكا، في المعرض ديال الدار البيضاء، دون ان ستوند، هو واحد المنصه، ان بروفيسور اسيتي
واحد الأستاذ أذكر quelques actes بعض الأفعال ولا بعض التصرفات que chaque personne peut effectuer les كل شخص خاصهم خاصو يديرهم pour faire preuve باش يثبت لينا la citoyenneté يثبت المواطنة ديالو الحقيقية. هنا قالوا on t'écoute حكيم راكونت. إذا هذا سميتو حكيم. حكيم قالوا كنسمعوك حكيم عاود لينا حكيم شنو يقول لهم. Il nous a dit que leur professeur قال لنا بأن الأساتذة ديالهم chaque matin كل صباح écrivait au tableau كيكتبوا في السبورة un exemple كيكتبوا واحد المثال ديال سلوكات ديال المواطنة et les laissait discuter sur ce sujet وكيخليهم يهضروا حول الموضوع. هنا هاد البنت شنو قالت له quels sont ces actes de citoyenneté شنو هما هاد سلوكات ديال المواطنة اللي مثلا هاد الأساتذة كانوا يكتبوا في السبورة. هنا حكيم شنو يقول لها باغ اكزومبل على سبيل المثال شونتي ليمن ناسيونال انك تغني نشيد الوطني شاك ماتان كل صباح ن با سالير لي ليو بيبليك ما توسخش الأماكن العمومية ريسبكتي لي بيرسون أجي انك تحترم الأشخاص الكبار في السن اي لي زيدي وتساعدهم aider les personnes en situation d'handicap انك تساعد اشخاص اللي في وضعيه ديال الاعاقه انهم يقطعوا الطريق اترافيرسي لا رو اتر فيير دو سون بيون انك تكون فخور ببلادك. دوز الصفحه المواليه دين بوندون لا ليكتور خلال القراءه جو دي اي جو كومبرون اقرا وافهم سور لا بروميير فينييت كي برون لا بارول الصوره المصغره الاولى من اخذ الكلمه يعني شكون اللي هضر الاول غنقولوا اللي هضر الاول هو كريم. اذا Sur la première vignette, c'est Karim qui prend la parole. Thomas Al-Tani, que va-t-il raconter à ses amis? Il va raconter à ses amis ce que son frère lui a dit à propos de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il a dit 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 Thomas Al-Tani, que raconte le frère à propos de la citoyenneté? Angolo, il dit que quand on découvre une région de son pays, on est fier, c'est un acte de citoyenneté. Mais quand on découvre une place, une région de notre pays, et que nous sommes fiers, nous sommes des salihins. Pour la question arabe, que faisait-il pendant les vacances avec les moniteurs? Qu'est-ce qu'il faisait pendant les vacances avec les moucherifins, les moniteurs d'eux? Angolo, pendant les vacances, il visitait une région du Maroc. Qu'ils auront une place dans notre pays. هنا قالك سيت ان كومبورتمون بارمي سو كي لي بروفيسور ايكريفي او طابلو الاساتذه كانوا يكتبوا لهم دوك بعض السلوكات المدنيه ديال المواطنه وكيناقشوها. قالك شنو عطينا شي مثال بحال نو با سالير لي ليو بيبليك ما تلوثش الاماكن العموميه ما توسخهاش او مثلا تغني النشيد الوطني شونتي ليم ناسيونال الى اخره اكسيتيرا. ندوزو النشاط الموالي. نقلك دو كيل سوجي لو فرير دو كريم لوي اتيل بارلي على اين موضوع الاخ ديال كريم هضر له اخ كريم اين موضوع اللي هضر عليه نقولوا الى بارلي او دو سوجي دو لا سيتويانتي هضر على موضوع المواطنه. ثم السؤال المواني دو كيل فاكونس ساجيتيل اين العطله اللي كيهضروا عليها نقولوا il s'agit des vacances de fin d'année يتعلق الامر بعطله نهايه السنه. ثم السؤال الثالث que font le frère de Karim et ses moniteurs quand ils vont en colonie de vacances. Je ne sais pas ce que vous dites. Que faisait le frère de Karim et ses moniteurs? Je vais vous dire que le frère de Karim il visitait une région de leur pays de Maroc. Je vais vous dire que le frère de Karim et ses moniteurs quand ils vont en colonie de vacances. Deux actes de citoyenneté. Je vais vous dire que جوج افعال المواطنه اللي الاساتذه كانوا كيناقشوهم مع التلام ديالهم. نقول مثلا ريسبكتي لي بيرسون اجي انك تحترم الناس الكبار اتر فيير دو سون بي وتكون فخور ببلادك. خامسا كيس كاتر فيير دو سون بي اش كتعني اننا نكونوا فخورين ببلادنا. اتر فيير دو سون بي سي بيان ليمي انك تبغي بلادك اي بريزيرفي سون انفيرونمون تحافظ على البيئه ديالو. ثم عندنا هنا جون ريشي مون ليكسيك يعني اغني المعجم ديالي. لا سيتويانتي هي اتيتود فير اتيتود فيت دو فيرتي ناسيونال دو سيفيزم اي دو ديفومون او بيان كومان ان اكت و ان كومبورتمون ولا اون اتيتود واحد التصرف ولا واحد السلوك ان سيتويان و المواطن كيلكان كي ابارتي ان بيي واحد الشخص اللي كي
ينتمي إلى بلد معين، مثلا سيتوايان ماروكان، مواطن مغربي. دي ليو بيبليك هي أماكن عمومية بحال لي جاردان، لي بارك دو جو، الحدائق، الملاعب والشاطئ، يعني مكان عمومي اللي حتى واحد ما يقدر يقول لك هذا ديالي حيد من هنا ولا. جوليا اوت فوا، قراو بصوت مرتفع، شوازي ان باساج دي تيكست، اختار شي فقره في النص، بريبار لو بور لو لير اوت فوا، وجدو باش تقراه بصوت مرتفع اتي كاماراد، على الزملاء ديالك. هنا ابخي لا ليكتور، بعد القراءه، جو بارتيسيب او ديبان، نشارك في النقاش. Que faut-il faire pour devenir un bon citoyen ? Est-il à son pays les qu'il fait bledo ? ديال انك تغني النشيد الوطني، انك تفتخر ببلادك، انك تساعد ذوك المحتاجين، انك الى اخره. هنا جو مي فاليو في ليفاليواسيون، كو بو تون فير بور ايدي لي بيرسون اجي، شنو خاصنا نديرو باش نساعدو الاشخاص الكبار في السن، اشخاص كبار في السن شنو نديرو لهم؟ نقولو il faut les aider et les respecter، نعاونوهم ونحترموهم. ثم السؤال الثاني، كيل اكت سيتويان، شنو هو السلوك المواطن اللي تقدر دير اونفير اون بيرسون en situation d'handicap, regarde dire ma شخص معاق. Adoule, je dois l'aider à surmonter son handicap. Ça donne une chose et après dire. Telitan, qu'est-ce que tu peux faire quand tu seras grand pour démontrer ta bonne citoyenneté? Je pense regarde dire mais tu كبر باش تعبر على المواطنه ديالك الصالحه. Adoule, je dois aimer mon pays, c'est vrai بلادي, ونعطيها كاع داكشي اللي قديت عليه باش تقدم للامام. وهكا كملنا هذا النص القرائي ديالنا، الى اللقاء.